مرة على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة حلقتنا طبعا مليانة أخبار. النادي الأهلي بيخوض دلوقتي مباراة ودية مع المصرية للاتصالات استعدادا لمواجهة الفخ صفر الجزائري في إياب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين إن الفريق هيسافر إن شاء الله الجزائر يوم الأحد اللي جاي استعدادا للمباراة اللي هتكون يوم 23 أكتوبر. طبعا الأهلي كسب مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وبيسعى إن هو في اللقاء القادم إن شاء الله يكرر نفس الفوز عشان يتأهل للنهائي ويحقق البطولة التاسعة بإذن الله. كمان المنتخب الوطني خاض النهاردة برضو مباراته قصاد إسواتيني أو سوازيلاند سابقا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019. هنتابع معاكم طبعا نتائج المباراتين والكلام عنهم والأخبار عنهم مع مراسلينا، وكمان هنتكلم برضو عن أخبار تانية كتير. هيكون ضيفنا النهاردة أستاذ محمد باهي ناقد رياضي في الأهرام، وأنتم كمان تقدروا أنكم تشاركونا خلال حلقتنا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستغرام. البداية دايما بأهم وأبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في حلقتنا. المنتخب يفوز على سوازيلاند ويقترب من نهائيات أمم أفريقيا. الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بثلاثية في الشوط الأول. كارتيرون يطمئن على كل اللاعبين قبل السفر للجزائر. السلية لن نتنازل عن دوري الأبطال. معلول يتلقى الجرعة الأولى من الحقن ضمن برنامجه العلاجي. ليفربول يؤكد جاهزية صلاح لمباراة هادرسفيلد تاون. وبطولة الحري تحتفل باليوبيل الفضي لمشاركة الأهلي. البداية كالعادة بتكون مع أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الجمهورية الأهلي يستعد للمزايدة واستلم 4 عروض. الأخبار التصويب السلاح الأهلي لعبور بوابة سطيف. الأهرام المسائي ألام في ظهر الأهلي، أزمة دفاعية حادة قبل موقعة سطيف، وكارتيرون يبحث عن حلول. الشروق مؤمن زكريا يخفض شروطه المالية لتجديد الأهلي. كارتيرون يطمئن على كوليبالي بعد إصابته. سعد جاهز، ومعلول يبدأ التأهيل بعد العودة من تونس. آخر ساعة، الأهلي يجهز قوته الضاربة للعبور للنهائي الإفريقي. كارتيرون يبحث عن حل لشفرة بطل الجزائر. الوفد السولية يعلن التحدي، لن نتنازل عن دوري الأبطال. أنا رهن إشارة المنتخب وتلاحم المواسم سر أزمة الإصابات. المسا 25 مليون جنيه في الطريق للأهلي، مسؤول الأحمر عاوزين حقنا من كوليبالي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان دلوقتي في مباراه ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، طبعا ده على هامش الاستعداد لمباراه وفاق صفر الجزائري ان شاء الله يوم 23 اكتوبر الجاري. معانا دلوقتي عبر الهاتف مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد من استاد مختار التتش اللي طبعا بتقام عليه دلوقتي المباراه الوديه. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك شيما، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدينا. عايز اعرف منك احنا في الدقيقه كام دلوقتي من لقاء النادي الاهلي والمصريه للاتصالات والنتيجه اكيد.
احنا يمكن دلوقتي الشوط الثاني للدقيقه 11 الاهلي ومصيري الاتصالات في اخر الاستعدادات طبعا بالنسبه لمباراه صفاق الصيف اللي بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. النتيجه حتى هذه اللحظه 3-0 احرز الاهداف، الهدف الاول وليد سليمان، الهدف الثاني اسلام محارب، والهدف الثالث عمرو السوليه. بدا النادي الاهلي بتشكيل مكون من علي لطفي واحمد فتحي وسعد سمير ومحمد عبد المنعم وصبري رحيل، حسام عاشور، عمرو السوليه، احمد حمودي، اسلام محارب، ووليد سليمان، وصلاح محسن. حتى هذه اللحظه يمكن ما فيش تغييرات بالنسبه للشوط الثاني. الشوط الثاني يمكن بدا بنفس التشكيل. في هذه اللحظات كمان يمكن في كره خطره جدا للنادي الاهلي كادت ان تصبر عن هدف، في ضغط كبير جدا للنادي الاهلي، في تركيز يمكن بشكل عام من مستر باتريس كارتيرون لهذه المباراه. هي اخر الاستعدادات، كل اللعيبه ان شاء الله هتشارك. انا شايف كمان على الخطوط دلوقتي في خلال 5 دقائق هيتم تغيير الفريق بالكامل، في يمكن اكثر من 11 فرد متواجدين بره خطوط هذه ملعب مختار التتشر. يمكن الفريق المصري للاتصالات عنده حديه جديه شويه بالنسبه للدخول، ويمكن حذر عليها مستر باتريس بالنسبه لعيبه النادي الاهلي على الدخول بشكل قوي جدا على اللعيبه. يمكن اصابات كثيره جدا عند النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لكن المباراه يمكن ماشيه بشكل مميز. النادي الاهلي ان شاء الله يعني يستفيد من هذه التجربه بكل الامور الفنيه خاصه للمباراه، واكيد هيكون متابعين معاك يا شيما على مدار الحلقه. اكيد هنرجع لك مره ثانيه اكيد يا كريم كمان نص ساعه، بس انا عايز اسالك الناس الموجودين الجمهور او المشاهدين، طبعا ده مقتصر على اعضاء النادي الاهلي؟ ويمكن طبعا هو مانعين طبعا اي حد يكون متواجد في المدرجات، لكن كل اعضاء النادي الاهلي اللي متواجده يعني حوالين الاستاد. اه بالظبط، اه هي اللي متواجده في خلف طبعا الملعب بيتابعوا طبعا المباراه، لكن ما فيش جمهور يمكن متواجد في هذه المباراه، بيتفق فقط على اعضاء النادي الاهلي. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من استاد مختار التتش في مقر النادي الاهلي في الجزيره، من مباراه الاهلي والمصريه للاتصالات الوديه المقامه حاليا. احنا دلوقتي في الدقيقه يمكن ال 13 من عمر الشوط الثاني، النتيجه لسه 3-0 لصالح النادي الاهلي. نرجع بقى سريعا ونروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الجرايد. هنبتدي مع الجمهوريه. الجمهوريه قالت ان بيستعد مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يطرح مزايده على رعايه النادي الاهلي وعلى القميص الخاص بالنادي الاهلي بعد ما شركه صلة وشركه سبورتا فسخوا التعاقد مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. تلقى النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت اكثر من 4 عروض قويه لرعايه النادي الاهلي، بالاضافه لعرضين لرعايه تيشرت النادي الاهلي، ولكن فضل الانتظار لحد ما يعرفوا الموقف القانوني، وبعد طبعا دراسه الموقف الخاص بالنادي الاهلي بعد فسخ التعاقدين عشان يحفظ النادي الاهلي حقوقه. النادي الاهلي تلقى مخاطبات من الشركات اللي كانت برضو بترعى الفريق مع شركه لا، وهم بياكدوا فيها ان هم عندهم رغبه ان هم يستمروا في رعايه الفريق، والنادي الاهلي عنده الامكانيه ان هو يتعاقد مع الشركات دي مباشره، خصوصا طبعا ان لائحه النظام الاساسي اللي تم التصويت عليها في يوم 28 سبتمبر اللي فات بتنص على امكانيه التعاقد مع شركات الرعايه مباشره. من استاد القاهره بنلقي اليكم نهائي بطوله انديه افريقيا بين فريق النادي الاهلي وفريق كونوكو بطل غانا. طويلة للخطيب. بيحط الكورة يا ولد. العمل لعب. على طول الكورة. وماشي الخطيب هو واحد. بفاضة نفسه ولا بيجيك شمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كورة زادت إيه؟ وعي جول. يا جول جول جول. يفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا لأول مرة. ومن جريدة الجمهورية نروح للأخبار. الأخبار قالت إن بيركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي إن هو يزود الحمل البدني للعيبة قبل ما يسافروا للجزائر يوم الأحد اللي جاي عشان يقابلوا فاق سطيف الجزائري ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا. حرص كارتيرون على تدريب لعيبة النادي الأهلي على استغلال سلاح التصويب على المرمى في موقعة العودة مع التركيز على تحفظهم لبعض الجمل التكتيكية عشان ينفذوها خلال المباراة المرتقبة. نروح للشروق. الشروق كمان قالت ان طلب باتريس كارتيرون مدير الفني للنادي الاهلي تقرير عن حاله سليف كوليبالي مدافع الفريق بعد الانباء اللي وردت للجهاز الفني عن اصابه اللاعب مع منتخب مالي. كارتيرون الان طبعا من عدم لحاق اللاعب بلقائه فاق سطيف الجزائري، عشان كده مستني وصوله عشان يعرف حالته عامله ازاي بشكل كامل. وكمان على جانب اخر سعد سمير بقى جاهز للمباراه بعد ما تخلص من اثار الاصابه واللي اتعرض ليها من فتره وبعدته عن مباريات الفريق.
المسا كمان قال ان بيترقب مسؤولين النادي الاهلي وصول تشيك بمبلغ 1,436,000 دولار، يعني اكتر من 25 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وده قيمة الغرامة اللي اقرها الفيفا ضد الايفواري سليماني كوليبالي واللي هرب من النادي الاهلي وانتقل لبارتك الاسكتلندي من غير علم او اذن النادي الاهلي. اللاعب انتقل للفريق الاسكتلندي ببطاقة لعب مؤقتة لحد ما يساوي اموره مع النادي الاهلي، والفيفا كمان اعلن احقية النادي الاهلي في الحصول على مبلغ الغرامة اللي اتفرضت على كوليبالي، واللي بقى مهدد طبعا بالايقاف والحرمان من اللعب مع الفريق الاسكتلندي لو ما بعتش التشيك ده في الميعاد المتحدد ليه. النادي الاهلي طبعا عمل دلوقتي مذكره وهيقدمها محامي النادي الاهلي لمطالبه الفيفا بمضاعفه الغرامه في حاله ان هو تاخر عن الدفع او تاخر وصول التشيك للنادي الاهلي في الميعاد المحدد ليه من جانب الفيفا، واللي هينتهي بكره ان شاء الله. ده كان اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. دلوقتي تعالوا نشوف برضو معاكم الكلام اللي اتقال على النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي كارتيرون يمنح لاعبي الاهلي راحه من التدريبات غدا. يلا كوره، فضلي يفسر سبب تفكير الاهلي في صفقات الناشئين. في الجول علاء ميهوب، ملعب السلام ليس السبب في اصابات الاهلي. موقع الشروق، معلول يتلقى الجرعة الأولى من الحقن ضمن برنامجه العلاجي. موقع الشروق، محمد يوسف مواجهة الاتصالات فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين للمواجهة الإفريقية. موقع المصري اليوم، الأهلي واصل تأهيل لاعبيه المصابين. الوفد، عمرو السولية يعلن التحدي، لن نتنازل عن دوري الأبطال. فيتو، أحمد علاء يجري أشعة للإطمئنان على إصابته بتدريبات الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال يد الأهلي يواجه المنتدى المغربي وديا اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بطولة الحريري تحتفل باليوبيل الفضي لمشاركة الأهلي. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الله، ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وكان تاني طاهر ابو زيد سريعا. نروح معاكم بقى لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي لحضراتكم. هنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي كتب وقال ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون قرر ان هو يدي للعيبه راحه من التدريبات بكره ان شاء الله يوم الاربع، وهيستأنفوا بعد كده التمرين يوم الخميس. وطبعا الراحه دي جت عشان يقدروا ان هم يلتقطوا انفسهم قبل ما يستأنفوا التدريبات يوم الخميس استعدادا لرحله الجزائر صباح يوم الاحد اللي جاي عشان هو فقص طيف الجزائري. كمان موقع يلا كرة كتب تصريح لمحمد فضل مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي كشف فيه سبب تفكير إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع صفقات الناشئين، وأكد أن خطة النادي الأهلي الحالية بتركز على بناء فريق يقدر أن هو يستمر في حصد البطولات المختلفة والحفاظ كمان عليها. فضل كمان قال عشان نقدر نبني فريق بطولات يجب أن نقوم بأمرين، الأول هو التعاقد مع لاعب جاهز عنده خبرات كافية ويقدر أن هو يدخل وينسجم سريعا مع الفريق زي المدافع المالي سليف كوليبالي واللي تعاقد معه اكيد النادي الاهلي في بدايه الموسم الحالي، وقبليه كان في لعيبه برده كتير. اما الامر الثاني فهو تصعيد لعيبه من قطاع الناشئين يكون عندهم شخصيه النادي الاهلي ويقدروا ان هم ينزلوا بمعدل الاعمار. وقال كمان تعاقدات النادي الاهلي الدايره حاليا من بعض اللاعبين الناشئين من صفوف النادي الاهلي او انديه اخرى ده حاجه طبيعيه، فاللوائح بتسمح بان يتم قيد اللاعب بدايه من كل شهر من اليوم الأول لليوم السابع. أما فيما بيتعلق بقى بفكرة التعاقد مع بعض اللعيبة الكبار ففي فترتين انتقالات بيتم الإعلان فيها عن الأمور دي ومش دلوقتي.
كمان موقع في الجول نشر تصريح لعلاء ملهوب مدير اللجنة الفنية في النادي الأهلي اللي قال فيه ان هو بيرفض فكرة الربط ما بين كتر الإصابات الخاصة بالفريق وأرضية ملعب السلام اللي بيستضيف لقاءات النادي الأحمر. ملهوب كمان قال ان الإصابات كتيرة ومقلقة، لكن ده أمر وارد لأي فريق بينافس على أكتر من بطولة، وقال كمان ان الإصابات مش بسبب معين زي ما بيتقال عن ملعب السلام، وإلا لماذا لا يصاب لاعبو الأندية الأخرى بسبب الملعب. فالكلام مفروض يكون بمنطقية. وقال كمان أن النادي الأهلي فريق بطولة وأجواء اللعبة في الجزائر صعبة للغاية، برغم أنه هو كان من الممكن أن النادي الأهلي يحسم مباراة الذهاب أمامه فاقصة طيف الجزائري بخمس أهداف. وكمان خلص أو أتم تصريحاته وقال ما أثق به أن اللعيبة والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي يعلموا تماما ما تمثله هذه المباراة، وأن الهدف هو العودة بتذكرة التأهل من الجزائر عشان يقدروا يحققوا حلم الفوز بدوري الأبطال اللقب المفضل لجماهير النادي الأهلي والعودة مجددا للمشاركة في كأس العالم للأندية. كمان موقع شروق كتب ان التونسي علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي حصل على الجرعه الاولى من عمليه الحقن ضمن برنامجه العلاجي والتاهيلي عشان يتعافى من الاصابه بالتمزق في العضله الضمه، وبتتضمن عمليه الحقن اللي بياخدها علي معلول في مشوار علاجه ان هو ياخد مجموعه مختلفه ومتنوعه من الحقن اللي بتساعد على تجديد نشاط العضله الضمه مع خوضه لبرنامج تاهيلي محدد لتجهيزه للعودة مرة تانية للتدريبات. في أخذ الكأس الأمريكية الغالية ليتحقق لمصر إن شاء الله انتصارا رياضيا عزيزا. النادي الأهلي صاحب الأرض والملعب والبطولة بإذن الله. فاروق يلعب كرة عرضية، فاروق عرضية عالية وبيحطها زي وزبوووو سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ والله سي السيد. خالد بيبو يعوض الفاروق، عمل فاروق غلط ضغط بيبو هقول كمان مبروك لمصر. مكملين مع موقع الشروق اللي نشر تصريح لمحمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، قال فيه ان في حاله من التركيز جوه الفريق في ظل طبعا اهميه المرحله اللي بيمر بيها النادي الاهلي في الوقت الحالي قبل مواجهه وفاق سطيف الجزائري في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واشار ان ما فيش اي حديث بيعلو في الوقت الحالي عن مواجهه الاياب في نصف نهائي دوري الابطال المهمه، واكد ان اللعيبه قادرين ان هم يقدروا كمان حجم المسؤوليه الملقاة عليهم من أجل مواصلة مشوار أفريقيا لاستعادة اللقب الغايب وإسعاد جماهير النادي الأهلي. وقال كمان أنهينا الشوط الأول من مواجهة نص نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة بنتيجة كويسة، وعندنا شوط تاني مهم جدا في الجزائر، خصوصا أن احنا بنأكد دايما على ضرورة عدم الفصل ما بينهم، وبنتمنى أن احنا يكون حظنا كويس ويحالفنا التوفيق عشان نقدر نرجع للقاهرة ببطاقة التأهل للدور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا. المصري اليوم فكتب وقال ان الجهاز الطبي للفريق الكروي الاول في النادي الاهلي بيجهز مجموعه من اللعيبه المصابين عشان يعتمد عليهم خلال الفتره اللي جايه. ادى سعد سمير تدريبات تاهيليه بالجري حوالين الملعب قبل انطلاق تمرين الفريق على ملعب التتش في الجزيره، ورجع سعد سمير للمشاركه في التدريبات الجماعيه مؤخرا بعد ما تعافى من الاصابه بشد في العضله الخلفيه، وده اللي كان بعده عن مباريات الفريق الاخيره. كمان انتظم جونيور اجايي في تنفيذ برنامجه التاهيلي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم بعد رجوعه من بلاده.
اما موقع الوفد نشر تصريح لعمرو السوليه لاعب وسط النادي الاهلي واللي اتكلم فيه وقال وعبر عن سعادته بالعوده للملاعب من جديد بعد الاصابه القويه اللي تعرض ليها بتمزق في العضله الضمه وعن مشوار الفريق في دوري ابطال افريقيا. فقال السوليه الحمد لله صعدنا لدور الاربعه وفزنا على وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد في الجوله او جوله الذهاب وامامنا مباراه صعبه في الاياب وهدفنا الذي لن نتنازل عنه هو التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا وهو امر سنقاتل من اجله. واشار كمان ان النادي الاهلي اتعلم من درس الموسم اللي فات بخساره اللقب امام وداد المغربي في النهائي ووضح ان هو سعيد جدا بالمنافسه مع زمايله حسام عاشور وهشام محمد واكرم توفيق لان هم او هو شايف ان ده لصالح النادي الاهلي. وكمان قال لاعب الوسط انه قفل صفحه الماضي مع المنتخب واتمنى العوده مع المدرب الجديد المكسيكي خافيير أجيري وان هو يساهم في تاهلنا لمونديال 2022. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه اخبارنا عن النادي الاهلي من مواقع الانترنت خليكم معانا. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمونة في الوقت الحاضر. تصوير! جول! 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 أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين في المرة في الدقيقة 94. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وبنوصل لموقع الفيتو اللي قال إن أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عمل أشعة على رجليه عشان يطمن على إصابته اللي اتعرض ليها في تمرين الفريق إمبارح أو أول إمبارح يوم الأحد. وكان اللاعب تغيب عن تمرين الفريق إمبارح يوم الإثنين بسبب معاناته من الكدمة اللي اتعرض ليها في رجليه خلال مشاركته في التدريبات الجماعية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف نادي في الكون الاهلي فوق الجميع. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي والمره دي مع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره اليد الرجال في النادي الاهلي بيخوض مباراه وديه يوم الثلاث النهارده امام فريق المنتدى المغربي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في المغرب استعدادا للمشاركه في بطوله افريقيا للانديه واللي بتقام في الكوت ديفوار خلال طبعا الايام اللي جايه وبيسعى خلالها الجهاز الفني بقياده عاصم حماد المدير الفني لتجهيز اللعيبه بشكل كويس جدا او بالشكل الامثل قبل التوجه لابيدجان. والنادي الاهلي خاض تمرين خفيف امبارح يوم الاثنين اول ما وصل لمدينه كازابلانكا استعدادا للمشاركه في البطوله. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي
قال ان مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره السله رجال في بطوله الحريري الوديه الدوليه في لبنان اكد ان اللجنه حرصت على تكريم النادي الاهلي على هامش افتتاح البطوله امبارح بمناسبه اليوبيل الفضي او مرور 25 سنه على اول مشاركه للنادي الاهلي في البطوله سنه 1993. وقال كمان ان اللجنه كرمت النادي الاهلي بشكل خاص دون بقيه الفرق المشاركه في البطوله وسط حفاوه كبيره جدا وتشجيع كبير جدا من جانب الجماهير اللبنانيه اللي حضرت حفل الافتتاح. وتم تكريم النادي بعد الكلمه اللي القاها ممثل سعد الحريري رئيس الوزراء وممثل البرلمان اللبناني. واشار مهند مجدي ان اللجنه اكدت ان عوده النادي الاهلي للمشاركه في البطوله بتمنحها طابع خاص بعد غياب 7 سنين عن المشاركه وبيمثل قوه واضافه كبيره في ظل شعبيه النادي الاهلي وقوه فريق كره السله هناك. ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين النادي الذي سبق من تونس والنادي الاهلي المصري. شادي محمد كره طويله في عرض الدفاع التونسي لمسه من عماد مدعم مرتده تصوير وجول جول 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 محمد ابو دريكه بتتويج النادي الاهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. ومعادنا دلوقتي مع أهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وأخبار المحترفين في الخارج. اليوم السابع مصر تواجه الأرجنتين على برونزية أولمبياد الشباب 2018. الفجر مدرب المنتخب الفوز على الإمارات مؤشر جيد. سوبر كورة شوقي غريب رمضان صبحي سينضم للمنتخب الأولمبي في المراحل الحاسمة. 1-3 أجاري يراقب 32 لاعب للانضمام لمنتخب مصر. الوطن سبورت أجوبو مندومو يهددان الزمالك مجددا. حلمي طولان مش العضويه اللي هتخليني زملكاوي انتظر الاتحاد في مكان تليق به ولم اتوقع الفوز على الاهلي. فيتو الاسماعيلي يقترب من ضم احمد مدبولي من الزمالك. فييرا لا تفريط في اي لاعب ومتمسك بالحضري. الاهرام المقاولين يستعد لدجله في الدوري وعينه على الكاس. الوطن مصر تتصدر قائمة العرب وأفريقيا في أولمبياد الشباب صاحب برونزية المصارعة نحتاج دعم وأبحث عن الذهبية في طوكيو 2020. الشروق ليفربول يؤكد جاهزية صلاح لمباراة هدرسفيلد تاون. أس كين يحدد موقفه من الانتقال لريال مدريد ويكشف رأيه في ميسي ورونالدو. سبورت 360 ليونيل ميسي يحتفل بمرور 14 عام على ارتداء قميص برشلونة. سكاي نيوز نادي أوروبي يطارد أسرع رجال أو رجل في العالم. كورة مودريتش لن ألعب أبدا بجوار ميسي. يورو سبورت عربية مدرب ريال مدريد مهدد بالإقالة بسبب لعنة هاينز. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ عاطف شادي ناقد الرياضي من سوازيلاند طبعا بعد لقاء منتخبنا الوطني الاول وسوازيلاند نعرف منه تفاصيل اكتر عن اللقاء واكيد عن المؤتمر الصحفي اللي اقيم بعد اللقاء. مساء الخير عليك يا استاذ عاطف.
طيب شكرا، اكيد هنحاول نرجع له تاني عشان نوفيكم باخر واهم التطورات اللي حصلت بعد اللقاء. نرجع مره تانية بقى ونروح لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم. هنبتدي من اليوم السابع اللي قال ان منتخب مصر للشباب لكره الصالات هيواجه منتخب الارجنتين في مباراه تحديد لصاحب المركز الثالث والرابع في اولمبياد الشباب 2018 المقامه في الارجنتين، وده بعد بكره ان شاء الله يوم 18 اكتوبر. منتخب مصر لكره الصالات خسر قصاد نظيره الروسي بنتيجه 3-1 خلال المباراه اللي جمعتهم في الدور قبل النهائي للاولمبياد، وكمان خسر منتخب الارجنتين قصاد البرازيل في نفس الدور بنتيجه 3-2. كمان الفجر قال ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ابدى سعادته بفوز الفراعنه على الامارات بهدف دون رد في الوديه اللي اقيمت امبارح في الامارات. غريب قال ان منتخب الامارات مميز وبيمتلك لاعبين على اعلى مستوى وسعيد باداء اللاعبين. طيب نطير مره تانية لسوازيلاند ومعانا استاذ عاطف شادي الناقد الرياضي. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا سيما ومساء الخير على كل مشاهدينك، والف مبروك ليك والف مبروك منتخب مصر. الحمد لله يعني خطوه بسيطه جدا او بنسبه 99% ان شاء الله منتخبنا منتخب الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون بيه ان شاء الله باذن الله. الف مبروك طبعا للشعب المصري. كله عايز اعرف من حضرتك بقى تفاصيل المؤتمر الصحفي اللي اقيم بعد المباراه. طيب خلينا طبعا زي ما قلنا امبارح المنتخب الاجواء جميله جدا في منتخب مصر، حاله سعاده كبيره بتسيطر على اللاعبين. مستر اجيري المدير الفني المكسيكي كان في مؤتمر صحفي مع كابتن احمد المحمدي قائد منتخب مصر. يعني اجيري كان كتيري دايما كلامه مختصر كده في الجيب، قال ان احنا اشهد جدا بفريق منتخب سوازيلاند، قال ان المنتخب قوي جدا وفايتر بيلعب على الكوره بمنتهى القوه والحماس، اللي ان انت تاخد منه كوره او تستحوذ على الكوره ده شيء صعب جدا لان هم اجسامهم عاليه وبدنيا اقوياء جدا. احنا لعبنا النهارده على سيستم ان احنا عندنا رغبه في الفوز وتحقيق المكسب علشان نأمن تأهلنا لكأس الأمم الأفريقية مبكرا جدا. يعني كان بيتكلم على محمد صلاح ودوره مع المنتخب وقال إن هو مؤثر جدا بالنسبة له لعيب واحد أفضل لعيب العالم أكيد. ولكن غيابه إحنا بنقدر نتعامل معاه بشكل قوي جدا، وبنقدر عندي 23 لعيب بقدر أختار ما بينهم، وأعتقد النهارده في مباراة سوازيلاند البودلة ما خيبوش الظن وسجلوا صحيح ونجحنا حق نسجل ونسجل هدفين وقدرنا نتأهل بشكل رسمي. كمان اتكلم في نقطة ان المنتخب ماشي بصورة طيبة، بيسجل 12 هدف حتى الآن تحت قيادة صحيح ياسكو مرماس، وهدف وحيد كانت المباراة الأخيرة أمام سوازيلاند على أرض القاهرة. فبالتالي احنا الأمور ماشية كويس. كمان أحمد المحمدي برضو كان ليه تصريح قوي بيقول ان احنا احنا هدفنا الصداره، يعني حتى احمد المحمدي بيقول احنا دلوقتي 9 نقط، التونس بتلعب النيجر لو كسبت هتوصل هي كمان وهتبقى عندها 12 نقطه، قال ان احنا مش هنرضى بالمركز الثاني، احنا هدفنا ان احنا هنفوز على تونس وهنفوز على النيجر ان شاء الله في شهر 3 عشان نتاهل ونصعد اول المجموعه، لان ده هيفرق معانا في التصنيف وقرعه بطوله كاس الامم الافريقيه. اكيد وضعنا في مجموعه على راس مجموعه وده شيء كويس جدا بالنسبه لنا. اكيد. استاذ عاطف خليني اسالك، شفت المباراه فنيا، هل منتخب سوازيلاند اللي كان بيقابلنا هنا هو كان نفس المنتخب اللي كان على ارض وسط جمهوره؟ لا، هو خليني اقول لك برضه منتخب سوازيلاند منتخب متواضع والكل يعلم ذلك، يعني شفناه النهارده في الملعب هو منتخب بدنيا قوي ولكن فنيا منتخب ضعيف جدا. منتخب مصر منتخب بيمتلك الحلول الفرديه والمهارات متمثله، يعني على سبيل المثال مثلا احمد حجازي بيقدر حتى لو الملعب مقفول بيقدر يخلص بضربه راسيه. مروان محسن النهارده بيسجل وبرضه بيواصل مسيرته مع التنفيذ مع المنتخب رغم غيابه عن مباراه الاهلي الاخيره. ده شيء كويس يديكي طمانينه ان المنتخب عنده بدائل وعنده عناصر بتقدر تسجل بره الارض. الجميع حتى لو انت عند الناس كلها ممكن تتكلم تقول ان المنتخب السوري يكسب على منتخبات ضعيفه سوازيلاند ونيجر، ولكن المباراه
سوازيلاند اجواء برضه انت مش متعود عليها في ملعب لحد ما مش ملعب جيد. فكره ان انت واضح ان احنا عندنا مشكله طبعا في الاتصال. بشكر استاذ عاطف شادي ناقد الرياضي من سوازيلاند، ونرجع مره تانية ونكمل معاكم اهم التفاصيل الخاصه بالمنشطات اللي استعرضناها من شويه مع حضراتكم اللي بتخص طبعا الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. ونروح للسوبر كوره اللي قال ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي كشف عن انضمام رمضان صبحي المحترف في صفوف هدرسفيلد تاون الانجليزي للمنتخب الأولمبي في المراحل الحاسمة في مشوار الفراعنة. غريب قال إن في تنسيق كامل مع جهاز المنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيار أجيري، ورمضان صبحي هيكون ليه دور مع المنتخب الأولمبي. كمان الوان تري قالت ان اجاري مدرب منتخبنا الاول منتخب مصر بيراقب 32 لاعب جديد تحسبا لانضمامهم لصفوف الفراعنه في الفتره اللي جايه. اجاري اكد ان كل لاعب مميز هياخد فرصه عشان ينضم للمنتخب، واللي هيثبت نفسه هيواصل مشواره مع المنتخب. كمان الشروق قالت ان نادي ليفربول الانجليزي اعلن عن جاهزيه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الاول وهداف الفريق في الموسم اللي فات للمواجهه اللي جايه قصاد هدرسفيلد تاون الانجليزي يوم السبت. وقالت التقارير ان ريتس اعلنوا جاهزيه صلاح بعد عدد من الفحوصات الطبيه واللي اكدت سلامه اللاعب، وان التقرير الطبي اللي جاله او جال الفريق من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ما كانش دقيق. واشار التقرير ان نجم المنتخب الوطني هيكون جاهز ان شاء الله المشاركة في التدريب بيوم الخميس اللي جاي استعدادا لمواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج. كمان سبورت 360 قالت ان ليونيل ميسي نجم برشلونه بيحتفل النهارده يوم الثلاث بمرور 14 سنه على لبسه لتيشيرت برشلونه لما خاض اول مباراه رسميه ليه في نفس اليوم ده من 2004 ضد اسبانيول، وشارك النجم الارجنتيني في الدقيقه الثانيه او ال 82 من المباراه دي على ملعب مونتشويك، وكانت طبعا اول مباراه ليه في الدوري الاسباني او في الليجا الاسبانيه. والمدرب فرانك ريكارد وقتها استبدله مع البرتغالي داكو، ومن وقتها شارك ليونيل بقى ميسي في 426 مباراة رسمية مع برشلونة في الدوري الأسباني، 377 مباراة في التشكيل الأساسي، سجل 389 هدف في بطولة الليجا، فاز في 9 من أصل 15 لقب حققه في النادي الأسباني. كمان سكاي نيوز قالت ان اسطوره سباقات السرعه العداء الجامايكي المعتزل يوسين بولت لفت الانظار، ولكن المره دي مع الساحره المستديره واضح ان رادارات الانديه باتت بترصد تجربته الكرويه مع نادي سنترال كوست. واعلن نادي فالياتا اف سي المالتي انه تقدم بعرض رسمي لبولت بيتضمن اللعب في نهائي الكاس المقبله. ورئيسه التنفيذي جاستون سليمان شايف ان السعي لجلب بولت بيتعلق بكتابة التاريخ. موقع كوره اللي بيقول ان الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني قال انه مش هيلعب ابدا جنب الارجنتيني ليونيل ميسي ايقونه برشلونه. وقال كمان مودريتش ان هو لن يلعب بجوار ميسي ولكن يلعب او سيلعب ضده فقط على الرغم من كونه احد افضل اللاعبين في التاريخ. كمان يورو سبورتس عربيه قالت ان مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي بيواجه وضعيه صعبه بسبب توالي النتائج السلبيه على الفريق الملكي اللي ما نجحش ان هو يسجل اي هدف في اخر اربع مباريات رسميه خاضها. لوبيتيجي هيحظى الاسبوع ده بفرصه لتصحيح المسار قبل لقاء الكلاسيكو.
حيث يستضيف ليفنتي يوم السبت اللي جاي في الدوري قبل ما يستضيف فيكتوريا بولزن يوم الثلاث في دوري الأبطال. ودي مواجهات طبعا بتعتبر بشكل كبير سهلة لريال مدريد الأسباني. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا وهنروح معاكم دلوقتي لجولة سريعة في السوشيال ميديا، هنبتديها مع نجم نادي الأهلي سعد سمير مدافع الأهلي، واللي نشر صورة على الانستجرام مع والدته وكتب كل سنة وانت طيبة يا أغلى نعمة في الدنيا وربنا يديك الصحة والسعادة ويديم رضاكي علينا ودايما ماشيين بدعواتك، ربنا يخليها لك يا رب يا سعد. كمان الفنانة الأهلوية ندى بسيوني كتبت على تويتر ايه ده مشكلة نادي القرن لسه مستمرة، ده القرن الحالي قرب ينتهي بعد قرابة 20 سنة من القرن الحالي، اعتقد ان لقب نادي القرن يتشرف الاهلي حامل للقب، الاهلي لم ولن يسعى لامجاد مزيفة. كمان نروح لمحمد النني لاعب الارسنال الانجليزي منتخب مصر الحالي اللي نشر صورة على تويتر مع جماهير الارسنال في سوازيلاند وكتب عشاقنا حول العالم نحبكم ونقدر دعمكم الدائم لنا. برضو عالميا بقى نشر الحارس العملاق بوفون على تويتر صورة مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وكتب شكرا لك سيادة الرئيس إنه شرف لي. كمان كتب المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني على تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في البونزليغا في شهر سبتمبر شكرا لكل من قام بالتصويت لي أشكركم على دعمكم الرائع. كمان احتفل نادي برشلونة بمرور 14 سنة زي ما قلت لكم من شوية على الظهور الأول لميسي مع الفريق، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الكتالوني على تويتر فيديو لأول ظهور لميسي وكتبت في مثل هذا اليوم 2004 ظهر ميسي لأول مرة في مباراة رسمية بقميص الفريق الأول ومنذ ذلك اليوم غير معشوق جماهير برشلونة مفهوم كرة القدم. طيب قبل ما نكمل الجولة الخاصة بنا في السوشيال ميديا خاصة طبعا باللعيبة المحليين وكمان العالميين، نروح الأول لكريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش بعد انتهاء لقاء النادي الأهلي والمصرية للاتصالات. مساء الخير عليك يا كريم. بجد التحيه ليك يا سيما، اهلا بيك طبعا واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انتهت بالفعل مباراه الاهلي والاتصالات الوديه اللي مستعد ليها النادي الاهلي طبعا مباراه وتصفيات 6-0 وهي حصيله نتيجه هذه المباراه. يمكن في المداخله الاولى 6 أهداف للا شيء، 6 أهداف مقابل لا شيء بالنسبه لمصري الاتصالات. زي ما قلنا طبعا الاهداف وليد سليمان واسلام محارب وعمرو السوليه في الشوط الاول الثاني احمد الشيخ ومحمد عمارة من الناشئين وميدو جابر احرز الهدف السادس. زي ما قلنا يمكن ايضا كمان في المداخله الاولى يمكن الفريق تغير بالكامل الشوط الاول والثاني في عدد اللي شارك 11 لاعب شاركوا غير ال11 المتواجدين اطمئن بشكل كبير جدا مستر باتريس والكابتن محمد يوسف على كل اللعيبه اللي عايزه كان في 11 تغيير يعني الفريق كله اتغير يعني 11 لاعب طلعوا 11 لاعب كانوا متواجدين لكن الاهم مين كان حارس مرمى الفريق في الشوط الثاني بدل علي لطفي؟ مصطفى شوبير كان حارس مرمى للنادي الاهلي في الشوط الثاني بديلا من علي لطفي وتم مشاركه احمد الشيخ ورامي ربيعه ومحمد شريف ومؤمن زكريا وهشام محمد وعمار حمدي وميدو جابر. عدد كبير جدا النهارده استفاد فنيا من هذه المباراه وبنتمنى ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي خلال الايام القادمه في التدريبات بالجديه والحماس اللي احنا شفناه النهارده في هذه المباراه استعدادا باذن الله لمباراه وفاقو ستيف اللي عندنا امل كبير جدا باذن الله ان شاء الله باذن من الجزائر باذن الله للدور النهائي باذن الله. يا رب. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي في الجزيرة بعد انتهاء لقاء الأهلي والمصرية للاتصالات اللقاء الودي طبعا على هامش استعدادات النادي الأهلي لوفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري. اللقاء انتهى ب6 أهداف للا شيء، أحرز الأهداف في الشوط الأول وليد سليمان إسلام محارب عمرو السولية وفي الشوط الثاني أحمد الشيخ وعمارة وميدو جابر. طيب نرجع بقى مرة تانية لجولتنا جولة السوشيال ميديا وكمان نشر البرازيلي ريكاردو كاكا على صفحته على الانستجرام صورة من آخر مباراة لي قبل ما يعتزل السنة دي أو السنة اللي فاتت وكتب عام مضى على آخر مباراة لي كلاعب محترف ممتن جدا لكل شيء عشته في الملعب. كمان نشر البرازيلي رونالدينيو على الانستجرام فيديو مع ابنه، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. أوزي
معاك لفوز انجلترا امبارح على اسبانيا 3-2 في دوري الامم الاوروبيه. نشر هاري كين قائد المنتخب الانجليزي صوره على الانستغرام وكتب اداء كبير من الاولاد، ضغط جيد واصرار وفعاليه امام المرمى. كمان كتب ماركوس راشفورد واللي احرز هدف انجلترا الثاني على تويتر، كتب وقال قتال بقوه حتى النهايه. نشر جوميز على تويتر صورة المنتخب الإنجليزي قبل المباراة وكتب فوز كبير خارج أرضنا أمام فريق قوي، شكرا على دعمكم اللي خلانا نواصل حتى النهاية. كمان كتب هاري ماجواير على تويتر فوز عظيم، ليلة عظيمة ودعم لا يصدق. نشرت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر فيديو لواحد من أهداف نجم الفريق السابق تشابي ألونسو، وطبعا أحرزه زي النهاردة وكتب الأهداف من المسافات البعيدة برعاية تشابي ألونسو في مثل هذا اليوم منذ 14 عام. تعالوا نروح نشوف الفيديو معكم. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك ومنورنا اكيد النهارده في كلام في الميديا. اهلا بك يا استاذه شيما واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا عندنا كلام كتير قوي نتكلم عليه النهارده، نتكلم اكيد عن منتخبنا الوطني الاول وفوزه النهارده على سوازيلاند، وطبعا مشواره في تصفيات امم افريقيا 2019، واكيد برضه هنتكلم عن النادي الاهلي ومشواره في الدوري دوري ابطال افريقيا، وباذن الله برضه هنتكلم عن الدوري المصري بشكل عام والحاجات الجديده اللي ظهرت في الموسم الحالي. خلينا الاول نبتدي مع المنتخب الوطني الاول. شفت اللقاء؟ طبعا شفت اللقاء النهارده ازاي؟ بص، هو طبعا مباراه سهله جدا. يعني لاول مره، يعني طبعا التوقعات مباراه زي ديت تكون سهله للمنتخب الوطني زي ما حصل المباراه اللي فاتت الجوله الثالثه. بس كان من المتوقع ان المنتخب يجيب يحرز اكتر من كده، اكتر بكتير. طبعا طبعا وصل المرمى كتير جدا، بس طبعا في معظم اللعيبه اهدروا فرص كتيره. ويعني الهدف الاولاني كان لازم يتسجل من كره ثابته، يعني كان الحل السحري للوصول للمرمى المنافس او هز شباك المنافس من خلال كره ثابته من ضربه ركنيه. طبعا عملها عمرو ورده واحمد حجازي ناطحات السحاب، لعبها الحاب طبعا باقتدار، وتوالت الفرص الضائعه بشكل غريب، بشكل فيه رعونه وبشكل فيه استسهال وعدم مبالاه الحقيقه طبعا. وليه بس ملحوظه طبعا على موضوع التشكيل، يعني ان انت بتلعب باثنين ديفندر واثنين صانع العاب، كانت لغز كبير قوي. انا ليا تعقيب على الموضوع ده. في الشوط الثاني كان التغييرات الكثيرة او التغييرات اللي عملها المنتخب الوطني ما اصفرتش عن تسجيل اهداف الا هدف واحد طبعا عن طريق مروان محسن في الوقت اللي كان فيه المنتخب كان لازم يوصل باشكال ثانيه، باشكال خططيه ثانيه وتكتيك ثاني خالص. بس مش عارف المدير الفني، هل هو بيريح لعيبته؟ هل هو بيجرب لعيبه جديده عشان يقول لهم مع السلامه بعد كده؟ كان لغز كبير جدا، لغز الاداء، اداء المنتخب الوطني ما كانش على ما يرام، لا تناسب مع ان كونه بيلعب منافس متواضع جدا للغايه، بدايه من حارس المرمى لحد الفرود، يمكن عندهم لاعب واحد بس هو في وسط الملعب والاشول، هو ده افضل يعني احسن الوحشين زي ما بيقولوا. لا، المنتخب الوطني يعني كان يقدر النهارده ان هو يزود غلط الاهداف بعدد اكبر بكتير جدا عشان يثبت وجوده في الوقت، يعني صحيح. يعني المنتخب الوطني او الجهاز الفني لم يختبر حتى الان، لم يختبر حتى الان. اللقاءات كانت قصاد النيجر وقصاد سوازيلاند، منتخبات متواضعه جدا فنيا بالظبط، والتسجيل فيها حتى باهداف كتيره ما كانش ابدا هو ده المقياس لمنتخبنا الوطني اول حتى لاجيال المدير الفني للمنتخب والخططه التكتيكيه بالتاكيد.
جيد، لان طبعا معظم يعني المباريات دي هو لعب ثلاث مباريات متواضعه للغايه، اشبه المباريات التجريبيه الوديه اللي بيستعد بها للمباريات الرسميه. صحيح. انا من وجهه نظري دي مش مباريات رسميه. الاختبار الاول هو تونس؟ لا طبعا. صحيح. طبعا ده المحك الرئيسي، انت لازم تكسب تونس عشان تبقى اول. يعني هو دلوقتي يعني حتى لو متساويين مواجهات مباشره لصالح تونس، لكن لازم تكسب تونس على الاقل 1-0 هتبقى زيها، بس فرق الاهداف يبقى لينا احنا في المركز الاول. لابد ان احنا نركز بالنسبه للقاء النيجر وتونس دلوقتي، فبيقولوا لي دلوقتي النتيجه 2-1 لتونس. احنا في الشوط الكام؟ في الشوط خلاص ده كده انتهى الشوط الاول، لسه هيبتدي الشوط الثاني. مع انتهاء الشوط الاول فنتيجه لصالح تونس بهدفين لهدف النيجر. حتى الان طبعا تونس هو اللي على القمه متصدر. صحيح. وهيبقى مباراتنا مع تونس هي بين المركزين الاول والثاني، لان فرق كبير قوي انك تاخد اول قبل ما تروح الامم الافريقيه، وفرق تاخدي ثاني هتبقى تصنيف ثاني، هتبقى ضمن فرق قويه. صحيح. اعتقد ان الفرصه فعلا لسه قدامنا فرصه ان احنا جداً نصعد اول. جدا. احنا يعني بس هي المشكله المنتخب مش واقف على تشكيل ثابت. انا شايف ان هو بيغير سير دباكات، حتى مش هم يعني احمد حجازي هو ده العمود الفقري لخط الدفاع، وما بيتغير بقى مع باهر المحمدي مره، علي جبر مره، مش عارف مين مره، مش ثابت على قلب الدفاع. هو بدا يثبت حتى الباك رايت احمد المحمدي، هي طبعا لغز كبير جدا بقى له 10 سنين مع المنتخب وبيلعب في ناحيه الرايت، ما قدمش الاداء اللي يخليه يثبت، وده لغز كبير قوي ان لعيب دولي في كل المنتخبات بيشارك بيخش ضمن الترشيحات ولكن ما بيشاركش اساسي. النهارده لعب اساسي ما اثبتش حتى وجوده ان يقول انا اهو، يعني كان في اكتر من عنصر المفروض ان هو يحل. انا متوقع ان هو هيستبعد في لقاء تونس، اما ايمن اشرف فبيثبت قدمه مباراه عن اخرى، واعتقد ان هو هيبقى من العناصر الاساسيه. اثنين الديفندرات سواء النني او طارق حامد لا غبار عليهم، مش هيتغيروا، هم دول الاساسيين سواء في مباريات اللي نتيجتها محسومه سلفا زي النيجر وزي سويسلاند او مباراه تونس، هم دول الاثنين اللي طلعنا بيهم حتى من المنتخب، من تشكيله المنتخب، منتخب كوبر. حسين الشحات. طب لو احنا جينا نبص، لازم طبعا نرجع نتكلم على حسين الشحات. بس عايز اسالك عن الفرق ما بين اجيري وهكتور كوبر، شايف الفرق في ايه؟ الفرق ان انت متحرره بتلعب كرة مفتوحة وكرة هجومية أكتر، مفيش تحفظ دفاعي جوه اللقاءات، بس مش حاسة بالتنظيم. كوبر كنا حاسين بالتنظيم، يعني في دماغه هدف. هو طبعا في دماغه هدف عقيم، أنا معاك. هو الدفاع ثم الدفاع ثم الهجوم. لكن تحس إن الراجل عايز حاجة، بيعمل حاجة، أنا بدافع وأنا بسيستم أموري على كده. أنا بدافع وبقول لكم إن أنا بدافع بالظبط كده، واضح للرؤية. لكن أجيري عارفه بيلعب ايه؟ لعبه الاختبارات. جايب لعيبه لسه بيتعرف على اللعيبه لحد دلوقتي. بيتعرف على مستواهم الحقيقي. رغم ان هم معروفين سلفا، يعني مثلا اكتر من لاعب شارك هو مش بالصبغه الدوليه يعني. وهو نفس الناس، يعني احمد حجازي، محمد الشناوي، طارق حامد، النني، دول العناصر الاساسيه اللي كسبهم من الفتره اللي فاتت. معانا دلوقتي عبر الهاتف من سوازيلاند كابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. مساء الفل على حضرتك يا كابتن احمد، والف الف مبروك لحضرتك والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول وللعيبه ولمصر كلها. الحمد لله رب العالمين، مبروك ليكي ومبروك لكل المحبوبين على الرياضه. الحمد لله النهارده اداء كويس ونتيجه كويسه، وتقريبا ان شاء الله يعني بشكل كبير يعني تاخد البطوله الافريقيه. كابتن احمد، عايز اعرف من حضرتك بقى الحاله النفسيه للعيبه والمعنويه طبعا بعد الفوز النهارده في اللقاء، واللي اكيد كان سهل على منتخبنا الوطني الاول. لعيبتنا لعيبه كبار وكلهم يعني عرفوا حجم المسؤوليه اللي عليهم، ساعات مشروعهم الحمد لله أدوا أداء رائع بشكل متوازن، وكانت النتيجة في النهاية مرضية الحمد لله، وإن شاء الله بجاي كمان يكون أحسن واحد ان شاء الله اكيد باذن الله. عايز اعرف برضو او اطمن من حضرتك، ان شاء الله بعثت منتخبنا الوطني الاول هترجعوا امتى بالسلامه ان شاء الله للقاهره؟ احنا ان شاء الله هنكفر يمكن 10 او 10 ونص
يعني 10 ساعات كمان كده الطيران كان في عنتيبي وبعدين نطلع من عنتيبي على مطار القاهره. الله 5 ساعات كده ان شاء الله توصلوا بالسلامه. برضه عايزه اطمن من حضرتك لو في اي وجود لاصابات بعد اللقاء النهارده لا قدر الله. لا الحمد لله في هو كوكا يعني شرط في بريتش باك. طيب تقييم حضرتك للشناوي النهارده؟ لا لا يعني رائع، كان اكثر من رائع. كل المحاولات اللي جت عليه تعامل معها بشكل كبير وهدوء يعني قوي جدا بتاع حارس ان شاء الله يعني يلعب لمصر ان شاء الله باذن الله. الشناوي يمكن هو اكتر لاعب اتعرض لانتقادات قبل المباراه او بعد المباراه اللي فاتت بسبب الهدف اللي دخل فيه، هل حضرتك اتكلمت معاه وحاولت ان انت تعلي من روحه المعنويه شويه؟ انا بتكلم في حارس كبير، حارس النادي الاهلي وحارس منتخب مصر وحارس منتخب مصر في كاس العالم وواحد ماتش مباراه الاوروغواي في كاس العالم. اذا كنا بنتكلم فبنتكلم عشان البدالي وعشان يعني طبيعي احنا ما بنحكمش بالقطعه ولا طبعا نتكلم على لا يعني هو حارس كبير مستنيين منه كتير، هو بقيه الحراس يعني عندنا حراس الحمد لله جلوش وعواد صحيح وجبل وحراس اخرين يعني مفيدين جدا في الدوري المصري. يعني انا دايما بقول كده وببالغ يعني المركز ده مركز طموح جدا. كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخبنا الوطني الاول نورتنا في كلام في الميديا، والف الف مبروك لمنتخبنا الوطني الاول وللجهاز الفني ولاعيبه منتخبنا الوطني واكيد لمصر كلها فوزنا النهارده وطبعا مشوارنا الحافل بالانجازات لحد دلوقتي بسبب زي ما كنا بنتكلم المنافسين اللي بنقابلهم لحد دلوقتي مشوارنا في تصفيات افريقيا حافل بالانجازات والاهداف الكتير قوي قصاد المنافسين، لكن بنرجع دايما ونقول ان لغايه دلوقتي مفيش منافس قوي قابلناه ونقدر ان احنا نقيم مستوانا من خلاله. رغم ان احنا ده الفوز الثالث على التوالي على المحفل الافريقي الا ان ترتيبنا محلك سر. للاسف. للاسف الشديد وتراجع ترتيبنا عالميا. معانا 12 هدف. رغم ان ثلاث مباريات فوز انتصارات. و12 هدف. الا ان تراجعنا عالميا. وعلى المستوى الافريقي يعني بعد المركز العاشر ده طبعا للاسف الشديد. لذلك التقييم ان احنا نقيم فريقنا ومنتخبنا امام النيجر وامام سويسرا طبعا تقييم ظالم جدا مهما يطلع من الخبراء عشان نطلع بقى من المشكله اللي احنا فيها في الترتيب دي. محتاجين ان احنا نفوز ان شاء الله على تونس ونصعد كاول من مجموعتنا. هيدينا قفزه طبعا ده هيدينا قفزه مختلفه اكيد. عايز اقول ان المباراه لم يستثمرها البعض من اللاعبين يعني انت الفرصه اللي اتيحت لي ما استثمرهاش. يعني مثلا انا شايف ان عمرو ورده هو افضل لاعب النهارده في المباراه الحقيقه طبعا بلا استثناء، وخد حريه اكبر من اللي كان بياخدها مع هيكتور كوبا الحقيقه حريه هجوميه اكتر من حريه دفاعيه رغم تميزه في الناحيتين. الشحات طبعا حسين الشحات ما استثمرش الفرصه رغم ان هو جه من بدايه المباراه والسبوت عليه ومكان محمد صلاح هو طبعا مقارنه يعني شبه ظالمه ولكن جات له الفرصه النهارده. هو مشكله النهارده اجير ان هو لعب اثنين صناع العاب في مباراه محسومه سلفا. يعني كان الاولى ان يلعب بهاف ديفندر واحد ويلعب بثلاثه او باثنين صانع لعب واثنين فراودة، وده اللي عمله الشوط الثاني ولكنه لم يهز الشباك لما نزل كوكا مع مروان محسن بقى اثنين فراودة وصانع العاب واحد. كان المفروض ان يلعب الكلام ده من بدايه المباراه عشان يقدر يوصل للمرمى بشكل تكتيكي اكتر. انا بشفق النهارده على حسين الشحات واعتقد ان حسين الشحات اهدر الفرصه بشكل كبير في المرات القادمه ان هو ما قدرش يثبت وجوده النهارده وما قدرش يتمسك بالفرصه. احمد المحمدي خبرات بالونيه يعني بمعنى ان بقى له 10 سنين مع المنتخب مش عارف يستثمر فرصه ان يلعب اساسي ورغم ان احمد فتحي ساب لهم السكه وساب لهم الفرقه بعدم الاختيار الا ان احمد محمدي اهدر الفرصه واعتقد انه مش هيكون ليه وجود في المباراه القادمه. اما ايمن اشرف الحقيقه طبعا ثبت وجوده واعتقد ان هو هيبقى من حجز مكانه هيبقى من الناحيه الاساسيه. الاثنين كوكا ومروان محسن محتاجين حد ثالث يزق معاهم.
طبعا اصابه احمد علي في قبل السفر وفتره الاستعداد للمباراه دي طبعا اربكت حساب المتوه، واصبح مروان محسن بس مع الوقت مروان بدا يثبت وجوده كراسه حربه للمنتخب الوطني يعني. صحيح. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني، ملف مهم جدا بعيدا عن المنتخب الوطني، وانه برضه في الاخر هو بيرتبط بشكل ما بمنتخبنا الوطني الاول، اعتبار او يعني القرار اللي اتطرح او الفكره اللي اتطرحت باعتبار لعيبه شمال افريقيا ان هم يلعبوا في الدوري المصري الممتاز على اساس ان هم لعيبه محليين او يتعاملوا نفس معامله المحليين. قد ايه القرار ده او الاقتراح ده ممكن ياثر سلبا على منتخبنا الوطني الاول؟ طيب اتحاد الكره عودنا ان هو يعمل اختبارات بالونيه وفرقعه اعلاميه ويشوف يجس نبض الدنيا عامل ازاي. صحيح. مش يجس نبض بقى الشارع المصري الكره وبس، ده بيجس نبض المسؤولين ويجس نبض المديرين الفنيين في الانديه وكده، مسؤولين الرياضه. لما لقى الدنيا مش زي ما هو عايز متوقع. صحيح. قال لك لا لا دي مجرد فكره، مجرد فكره. ومين قال كده؟ لا ده مش هنطبق السنه دي. طب عالم السنه الجايه بقى يحصل ايه؟ خليني اسالك، لو فعلا تم تطبيق، افتراضا تم تطبيق الفكره دي بمعامله اللعيبه الموجودين في شمال افريقيا او لعيبه شمال افريقيا زي الجزائر تونس المغرب، اللعيبه دي لو موريتانيا، اللعيبه دي لو اتعاملت بمعامله اللعيبه المصريين مع وجود برضو نفس الكلام ده بيطبق على لعيبه فلسطين ولعيبه سوريا، ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا دلوقتي هنروح مثلا نبص للفرقه، فرقه واحده في الدوري المحلي كلها اجانب. لا اللي هيحصل بقى ان يا بص ده في لعيب مصري قاعد احتياطي حتى مش بيلعب اساسي. اذا كان لم مع وجود ان في بند اربع اجانب في كل فريق، بنلاقي ان دايما الفراوده اجانب. طبعا اللعيبه السوبر كلهم اجانب. اكيد اكيد. يعني لو بصينا للنادي الاهلي هنلاقي علي معلول موجود، هنلاقي وليد ازارو موجود، دول اهم مثلا لعيبه جوه النادي أكيد الاهلي. اكيد. كذلك هتلاقي برده في نادي الزمالك لعيبه مهمه برده كلهم اهمهم هم الاجانب، في المصري في الاسماعيلي. بالظبط. فاكيد اللعيبه الاجانب يعني المتميزين دلوقتي برغم ان هم اجانب وكل نادي ملوش حق غير في اربع لعيبه بس، تخيل بقى لما تكون مفتوحه على الاخر قدام الانديه هيعملوا ايه؟ انا مش عارف القرار ده الاقتراح ده يعني مين صاحبه؟ ومين اللي متبني الموضوع ده؟ هل هو قرار سيادي ولا سياسي ولا رياضي ولا ايه بالظبط؟ وايه هو فلسفه القرار او فلسفه الاقتراح؟ وما هو جدواه؟ وما هو ايه الاستفاده بقى؟ الاستفاده في المستقبل سواء على الشورت ران او اللونج ران، ايه اوجه الاستفاده؟ اولا ده هيدمر حاجه اسمها المنتخبات. لا واللعيبه كمان المصريين هتقعد في بيوتها. ما هو اللي بتقعد في بيوتها هيدمر المنتخبات عامه. بالظبط كده. فهو هل هي توأمه رياضيه؟ احنا اتعودنا لما نتكلم عن بروتوكول تعاوني بيبقى في مناسبه. صحيح. مش بروتوكول سنه وطول السنه او احنا هنجامل او احنا هنبقى هنروح هناك نبقى اساس. طب ما نديهم الجنسيه بالمره، ما ندي اللعيبه بتوع شمال افريقيا دي الجنسيه ويمثلوا بقى المنتخب ويطلع منهم لعيب كويس يمثل المنتخب. طبعا غلط جدا، يعني قرار غير مدروس، اقتراح غير مدروس بالمره. طب مين قاعد مع مين يقترح الكلام ده؟ ومين هل هو جمعيه عموميه عربيه؟ قال ان ده كان على هامش اجتماع الكاف اللي كان موجود في شرم الشيخ يمكن من اسبوعين او من اسبوع هنا في مصر. فالكلام جه على هامش اللقاءات اللي كانت موجوده في الاجتماع ده. طب هل هو معد سلفا او ينزل في جدول الاعمال؟ ولا مجرد دردشه كده واحنا قاعدين بنتعشى؟ حتى وقتها صرح دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال موافق على الاقتراح ده تمام، بس صرحوا بقى المنتخب مش لازم منتخب. طبعا واحنا اهم حاجه عمال احنا عاملين المنظومه دي كلها والمسابقات دي كلها لمين؟ الهدف منها ان احنا نحسن من المنتخب. بالظبط. يعني لازم نحسن، يبقى ده هدفنا. اتحاد الكره معمول اصلا ليه؟ هو عشان المنتخب. لو جينا نبص للبطولات المحليه الدوري والكاس معمولين ليه؟ عشان يكون في منافسه نطلع منها لعيبه كويسه جدا. بالزبط. تمثل منتخبنا الوطني اول في بطوله بقى مهمه زي كاس العالم. بالظبط كده. يعني احنا عاملين مسابقات ناشئين ليه؟ عشان منتخبات الناشئين. عاملين مسابقه الممتاز ليه؟ عشان المنتخب الوطني هو الممتاز به، عشان تنقي افضل العناصر. طب احنا دلوقتي طب لو بصيت لتشكيل المنتخب النهارده كله معظمه 90% كلهم من اللعيبه المحترفين، ما فيش الا محمد الشناوي وايمن اشرف بس، هو تقريبا اللي محليين. طب لحد امتى؟ بصي اعظم نتيجه عملها المنتخبات
مع اللعيبه المحليه باستثناء طبعا ودخولنا كاس العالم الفتره اللي فاتت دي. وطبعا كل محمد صلاح يعني ربنا يكرمه ويحرسه يعني. وعدم وجود محمد صلاح النهارده كمان كشف المنتخب بشكل كبير وخلاه فعلا اسمه منتخب محمد صلاح. منتخب صلاح يعني لازم فعلا محمد صلاح يشارك بشكل كبير مع المنتخب. يبقى يعني من وجهه نظر حضرتك شايف ان عدم وجود محمد صلاح او غياب صلاح عن لقاء النهارده فرق كتير مع منتخبنا الوطني؟ محمد صلاح يجي يقعد على الدكه هيفرق مع المنتخب. هيفرق مع اللعيبه بتاعت المنتخب وهي في الملعب حتى وهو قاعد على الدكه. لكن انا بتكلم على المسابقات، المسابقات هنا لازم لابد. فاكره لما كان في حراس مرمى وبالانطوان ومش عارف وما كانش عندنا حراس مرمى؟ لما اتلغى القرار طلع لنا بقى، طلع لنا نادر السيد وكابتن شوبير ومش عارف، وطلع ابتدى الدوري الحضري حراس مرمى بشكل كبير. النهارده احنا عندنا ما شاء الله 6 حراس مرمى دلوقتي سوبر. ما تعرفيش مين يلعب مكان مين، احمد الشناوي ولا محمد الشناوي ولا عبد عواد ولا ابو جبل ولا مين بالظبط ولا جنش. كلهم. طب انا بتمنى ان يحدوا عمليه الاستيراد اللاعبين من الخارج. واحنا المنافسه المحليه هي منافسه في الوقت الحالي منافسه وهميه. يعني انا مش شايف ان بتفرز لعيبه اجانب. طب احنا استفدنا منهم ايه؟ الا في العنصر التسويقي فقط. واحنا مش عاملين الكره عشان عمليه تسويق. طب انت شفت ازاي الاول قرار معامله اللعيبه السوريين والفلسطينيين، معامله اللعيبه المحليه، شفت مين استفاد من القرار ده في الدوري المصري؟ كم لعيب سوري في الدوري؟ لا كم لعيب جه ومشي ما حدش سمع عنه حاجه. بالظبط. سواء في الاهلي في الزمالك او في انديه ثانيه، في ناس جم ومشوا ما شفناهمش. لا بص، احنا لما نيجي نفتح الباب نفتح الباب الاقوى مننا. صحيح. عشان احنا نعلى نبقى زيه. لكن للاقل عشان يرتقوا بالمستوى العام للدوري المصري كده يجرنا لتحت. صحيح. مش لفوق. لان في الاخر لما تلاقي مثلا لعيبه من المغرب من تونس من الجزائر دول عايزين يجوا مصر ليه؟ اكيد طبعا. لو هم لعيبه سوبر عندهم طموحات ان هم يطلعوا على اوروبا مش هيرجعوا على مصر. بالزبط. ولو ان ده برضو لا ينطبق على علي معلول ووليد ازار. لا اكيد اكيد اكيد. لكن هم الطموح هنا. انا الطموح هنا ان انا يعني اولادي اولى بيا زي ما بيقولوا يعني. والا طب ما احنا عندنا لعيبه بتحترف خصوصا ان احنا كمان ماديا مش هنديهم الفلوس اللي ممكن تديها لهم مثلا الامارات او الانديه اللي في قطر او الانديه اللي في السعوديه. بالظبط بالظبط. هو فتح باب الاحتراف هو ده دلوقتي هو الحل الوحيد. لكن هل احنا لما فتحنا باب الاحتراف كم لعيب ثبت وجوده بره وكم هو عمود فقري في اي فرقه بره؟ مفيش باستثناء محمد صلاح. ويمكن احمد حجازي شويه، لكن بقيه اللعيبه حتى محمد النني حتى كوكا احمد المحمدي الناس دي كلها برضه كان في لعيبه مصريين بيأدوا اداء كويس جدا في الدوري السعودي زي عبد الشافي مثلا كان بيأدي اداء كويس جدا مع فريقه. بس دلوقتي خلاص بره المنتخب. انا بتكلم على زمان. بتكلم على اللي انت هتحتاجيه دلوقتي. صحيح. انا شايف ان مباراه تونس دي مش اختبار اللعيبه بس، هو اختبار للجهاز الفني. وما يغرناش طبعا ان احنا بنكسب الماتشات دي، احنا بنكتشف لعيبه. هل اكتشفت لعيبه النهارده؟ هل في لعيبه قادره انها هي تمثل منتخب مصر بشكل اساسي؟ وانا شايف هي نفس الاسماء، وهو باستثناء بس ان عمرو ورده بدا ياخد مهام بحريه اكتر، وبصراحه هو اثبت وجوده. اما بدون ذلك فما فيش اي جديد بالنسبه للمنتخب. طيب خليني اسال حضرتك بقى ونروح مع بعض للمباراه القادمه للنادي الاهلي قصاد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. المباراه اللي يمكن او ان شاء الله باذن الله يرجع بها النادي الاهلي ببطاقه التاهل للدور النهائي لدوري ابطال افريقيا. شايف اللقاء ده يعني فيه خطوره قد ايه على النادي الاهلي؟ شفت وفاق سطيف في لقائنا هنا معاهم، اللقاء اللي انتهى بهدفين للا شيء لصالح النادي الاهلي، شفت ايه هي نقط القوه والضعف في الفريق ده؟ وايه التخوفات اللي عندك من اللقاء القادم ان شاء الله يوم 23 اكتوبر؟ بصي، رغم ان كان النادي الاهلي كان عنده فرصه ان هو يحرز اهداف اخرى ويبقى يخرج ويضمن على الاقل 4 او يلعب مستريح هناك. بالظبط. لكن انا مش خايف على النادي الاهلي لسبب. النادي الاهلي يختلف عن اي نادي تاني في ان هو لما بيكسب حتى لو كسب فرق هدف واحد فهو بيبقى قادر بروحه القويه وبالتزامه التكتيكي والفني وفوارق الفرديه اللاعبين بيقدر ان هو يحسم المباراه. انا شايف ان مباراه وفاق سطيف هناك
الاهلي هيحسمها يمكن وهيتاهل للنهائي. اولا عندهم نقطه ضعف عندهم في خط الظهر بالذات. الاهلي استغلها في اللقاء الاول. طبعا وليد سليمان ما شاء الله في اوج مستواه دلوقتي وافضل عطاء بالنسبه له. ميزه النادي الاهلي عنده صناع لعب بيجي من تحت كويس قوي، بيروح ما بيعتمدش على الفرويد الصريح، بيعتمد على اللي جايين من تحت، وبدليل ان معظم اللي سجلوا اهداف للنادي الاهلي الفتره الاخيره كلهم جايين من تحت، مش المهاجم الصريح. وده عنده اكتر من حلول ترجع طبعا لتميز وتفرد لعيبه الاهلي المهاري والفني والتزامهم الخططي والتكتيكي. حارس المرمى عندهم في فوكس تيب برده مش بالقوه اللي هو يقدر يتصدى لهجمات الاهلي المتتاليه. هم عندهم بس عندهم صانع العاب كويس، عندهم خط وسط كويس، حتى الفرويد ما بيخلصش، عنده مشكله في الفينش في انهاء الهجمات. النادي الاهلي ميزته ان هو ما بيفكرش في الخطوه التاليه الا لما بيخلص المرحله الراهنه. اعتقد ان الاهلي هيقابل الترجي، يمكن الترجي قدام اول اغسطس اتغلب 1-0، لكن الترجي قادر ان هو يعوض هناك. هتبقى مباراه صداميه من نوع الفولاذي، يعني زي ما بيقول بين الاهلي والترجي رايح جاي، هتبقى نهائي قوي على النادي الاهلي بقى ان هو يستعيد بسرعه ذاكره الانتصارات الافريقيه وذاكره التتويج، منصات التتويج، ويفكرنا كده بمنصات التتويج ويفرح جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر بشكل عام يعني. صحيح. طيب من امبارح للنهارده سالنا الجمهور، لا ده السؤال ده لسه نازل على طول بعد مباراه المنتخب، صح يا عمر؟ طيب سالنا الجمهور ايه رايك في اداء منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند، طبعا في اللقاء اللي انتهى لصالح منتخبنا الوطني الاول واحرز اهدافه حجازي ومروان محسن. نبتدي من الفيسبوك. احمد ابو العيله بيقول مساء الخير، اداء ضعيف في الشوط الاول وفرص ضايعه، لكن في الشوط الثاني الى حد ما الاداء جيد. ده راي احمد ابو العيله. عبده عماره بيقول عادي، لسه الحكم في ماتش زي تونس، وفي حاله لا قدر الله غياب صلاح هنشوف هنقدر نعمل ايه. خالد حجازي بيقول بصراحه سيء جدا. محمد هشام بيقول الشوط الاول اداء وسيطره لكن اللمسه الاخيره غير موجوده. محمد طه بيقول احنا بنلعب مع نفسنا يا شيما. علي عبد الخالق بيقول اداء متوسط. زينه الاهلاويه بتقول اداء وحش. مليكه بتقول اداء كويس بس لازم نستنى ماتش تونس عشان نقدر نحدد مستوانا الحقيقي. ناصر السروجي بيقول مساء الخير عليك يا شيماء، اداء اقل من المتوسط في الشوط الاول وللاسف لسه ما عندناش المهاجم اللي بينهي الهجمه. علي محمد بيقول الحمد لله على المكسب بس المنتخب لسه محتاج لتعديلات كتير، اللعيبه تركز وتلعب برجوله. احمد عوض بيقول جيد بس التقييم الحقيقي هنشوفه قدام تونس. على تويتر احمد او ايمن احمد بيقول اداء معقول الى حد ما، دفاع في مشاكل لما يكون في ضغط ولسه ازمه راس الحربه موجوده. محمد حمدي بيقول حتى الان المنتخب ما لعبش مع منتخب قوي. ايه بتقول اداء كويس في الشوط الاول وفعاليه ولازم نستنى ماتش تونس عشان نقدر نحدد مستوانا الحقيقي. احمد عاطف بيقول متماسك بس احنا مش هنحكم غير في ماتش كبير زي ماتش تونس. احمد سيد بيقول الى الان مستوى متواضع من منتخب مصر. فارس بيقول اداء ممتاز خصوصا انه اول لقاء خارج مصر. دكتور يسري بيقول حتى الان كويس جدا، بدانا ننسى كوبر الحمد لله. محمد عبد ربه بيقول في تراجع كبير في المستوى. دي كانت اراء الجمهور، واضح ان هي ما تختلفش تماما عن اكيد كل الاراء اللي موجوده للخبراء. حتى شايفين ان لسه لحد دلوقتي منتخبنا الوطني الاول ما بينش او ما ظهرش مستواه الحقيقي بسبب ضعف المنافسين، او يعني زي ما بنقول ان مستواهم الفني متواضع الى حد كبير. وشايفين كمان ان منتخبنا الوطني بيضيع فرص كتيره او ما كانش عنده قدره ان هو ينهي الهجمات بشكل كويس. بص هو اللي يخوف بقى ان احنا ازاي ضيعنا فرص كتير؟ هل احنا ضيعنا فرص عن طريق عن طريق خططي؟ هل عملنا دبل باس مثلا ورحنا انفردنا بالجون وضيعناها؟ هل عملنا كره عرضيه فانفرد اللعيبه وضيعوها؟ لا لا لا، معظم الفرص مش عشان احنا وصلنا، معظم الفرص هي اخطاء من المنافس، قلشه من المدافع، عدم تمركز جيد،
عدم التزام بالمان او بالمهاجمين، فتلاقي كلها. ولذلك كانت مفاجاه بالنسبه للي ضيع فرص، يعني مثلا احمد حجازي ضيع فرصتين النهارده، فجاه كده لقى الكره قدامه فحطها فضاعت، لكن مش هو راسم الهجمه او مش راسم خطه الهجمه نفسها. تريزيجيه عدى من لعيب حطها جنب العارضه وهكذا. ده ضعف للمنافس ومش اداء خططي، يعني مش اداء خططي لمنتخبنا، بل هو ضعف واخطاء واستغلال لاخطاء الوالد بالظبط كده. يعني بس خليني برضه اقول لحضرتك ان ده هي دي كره القدم، لازم نستغل كل اخطاء المنافس اللي قدامنا. احنا بنبص لقدام، احنا كده كده خلاص هنكسب قبل المباراه، احنا عارفين ان احنا هنكسب. صحيح. بس احنا بنبص لقدام لمباراه تونس من مباراه سوازيلاند. حقيقي. طيب خليني بقى اروح سريعا جدا لدوري ممتاز، بحضرتك طبعا متخصص في الدوري ده، وعايز اسالك بقى يعني سريعا، مين تتوقع له ان هو هيصعد ان شاء الله او هيكون موجود في دوري ممتاز الف في الموسم ده؟ بص، هو طبعا ثلاث مجموعات 42 فريق، كل مجموعه 14 فريق. الصعيد على غير العاده، الصعيد السنه اللي فاتت كان هي منافسه اوحد، فريق اوحد هو اللي بيعدي زي الجونه السنه اللي فاتت، زي اللي سلم الاسيوطي السنه دي. طب النظام ده هيتغير تاني صح؟ هيتغير السنة الجاية. 24 فريق. السنة دي في أربع فرق على الأقل في الصعيد بينافسوا على المركز الأول، أسوان، المنيا، بني سويف، التعدين، ثم بقى الألمونيوم سواج وهكذا. المجموعة الثانية المجموعة طبعا سيراميكا بشكل متميز، هو القناة على القمة، والترسانة، ترسانة قادم بشكل كويس قوي، ومعهم اف سي مصر وبقيه الفرق بقى. اما المجموعه الثالثه وهي المجموعه طبعا الجماهيريه اللي 11 فرقه او 12 فريق جماهيري واثنين بس شركاتهم مفارقه ابو غير الرسميه، ده مجموعه بتنافس فيها بشكل كبير جدا، يعتلي قمتها المنصوره رغم تعثره مباراتين متتاليتين تعادل فيهم، الا انه على القمه وينافسوا بشده جدا ابناء الغربيه سواء طنطا او بلديه محله او غزل محله. يعني لحد دلوقتي طبعا ما تقدريش تقولي مين هيصعد، احنا داخلين على الجوله السابعه. بشكرك جدا استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. بشكركم جدا طبعا على حسن متابعتكم لينا النهارده. اشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم باذن الله.